هالأسبوع كان عنا هايدي نوميني، عملت لها الكولور كونتورينج اللي هو أجدد موضة الألوان الشعر بالعالم. يعني مطرح ما عنا شي نصاحة بالوجه من غمق لكرميل نضعف، ومطرح ما عنا مطرح ضعيف بالوجه من فتح لكرميل النصح، تكرميل يطلع معنا فورم الوجه المزبوطة اللي هو اللي لازم يكون المستطيل اللي كله بيمشي عليه. وأكيد ناطر رأيكم وإن شاء الله يعجبكم.